يا الله ليش هيك عم تعملوا فيني؟ يعني ما في إسبريسو ووايت شوكليت موكا، ما في، ما ضل عنا شيء نشربه إلا القهوة. إذا ممكن لا حدا يفوت لهون بدون إذني أنا. شو هالقصة؟ جيجي شو أخبارك؟ منيح. شايف هالبنت اللي واقفة ورا؟ توظفت عنا. ليك ركز معي وفهم، شغلها أصعب شغل موجود، شو ما بدك بتعمل ماشي، وأصغر غلطة إلى خبر المدير. شوف شغلك. تعرفي تحكي؟ مرحبا أنا ريهام. شرفنا، وأنا اسمي جميل. الكل بيقول لي جيجي. نحن هلا صرنا بفريق واحد، كل الشغل بهالإيجنسي نحن اللي منشتغله. أوكي؟ أوكي. منيح، خلصتوا من الظروف يا بنات؟ إيه جيجي. هاتي امشي. يعني نحن هلا موجودين بآخر شي بالهرم الوظيفي مو هيك؟ لا، نحن بعد آخر شي، يعني كتير تحت بكل الشركة. أسهل شيء يتخلوا عنا، حركة صغيرة وبتلاقي حالك على الباب بهالبساطة. طمنتني والله. لك تفضلي. شكرا جيجي. أهلا وسهلا. أنت وليلى منين بتعرفوا بعضكم؟ أنا وياها من نفس البطن. يسلموا جيجي. شو قلتي؟ هي أختي، بس هذا المصطلح أزبط بحسه، لأنه أنا وياها منضل نقار طول الوقت، فالمصطلح بمحله. ممتاز، دمك خفيف، حلو، حبيتك. ها ظريفة على فكرة، الحقيني. اسمعوا يا شباب، خذوا هالدعوات ووصلوها لرفقاتكم الغايبين. أوكي. اليوم ذكرى التأسيس وفي عنا حفلة. المهم خليني هلأ قلك كيف النظام هون عنا بالشركة. اسمعي، أهم واحد عزيز بيك طبعا، تمام، واللي بعده أمير بيك ودارين خانم كمان. أمير بيك للأمور المالية ودارين خانم بالقسم الإبداعي، هي المسؤولة عن كل الحملات الدعائية. عندك كتاب النصوص، وفي طبعا المنتجين والمصممين والكل. لوريس، في لوريس كمان مساعدة عزيز بيك. ما في شي بيروح عليها. مرحبا لوريس، كتير طالعة حلوة اليوم. مرحبا أنا ريهام. مرحبا لوريس، نورتينا. هاد نوركم. بالإذن منك. وفي جان بيك، شاب مهم، هو الأساس، مصور كتير شاطر وما في أشطر منه بكل البلد، بيكون ابنه الثاني لعزيز بيك. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا جان بيك. Thank you. بيحب يسافر كتير وبيصور وين ما بيروح. أنا ما بفهم بهالقصص، بس حسب الصور اللي شفتها صور احترافية وبياخدوا العقل كتير حلوين يعني. إيه، وبيحب كتير يضل يصور بالأماكن الخطرة. وهلأ تفضلي خليني أعرفك على باقي الأقسام بالشركة. جيجي بس لحظة. نعم. ها استني شوي. شوفي جان. شو أخبارك؟ ممتاز. صاير عم تغيب كتير عن الشركة، عم نشتاق لك بصراحة. طالع كتير حلو اليوم. هاد من ذوقك. بابا وأمير جوا؟ ايه جوا بالمكتب. في عندي شغل لازم خلصه وبعدين بشوفك. ليك هذا جان بيك اللي حكيت لك عنه. أي واحد؟ جيجي؟ نعم. في موظفة جديدة، مين بتكون؟ جيجي تعال بدي اياك. حاضر. يا بنت تعالي انت كمان. ريهام، ريهام شو عم تعملي؟ شو ما سمعتي قالت لك تعالي؟ يلا. بس يلا استنى، انا اسمي ريهام مو بنت. استعجلوا، هي قائمة بأسماء المعزومين اليوم، بدي اياكي تتصلي فيهم كلهم وتتأكدي مين منهم رح يجي على الحفلة. عيد ولا فهمتي؟ فهمت. شو الموضوع؟ شو بيعرفني؟ تعي نتفرج. شكرا شكرا. اوه بابا بارا بابا. ما دخلني. قلون قلون هنه ما دخلني. شباب مين اللي حابب ياخذ معي سيلفي؟ اذا ممكن وقفوا بالدور. شايفه هذا جان بيك. لك اي واحد؟ ليكو هنيك. وينو جيجي؟ مو مبين. يلا
عشغلكن بسرعة، عنا شغل كتير. امشوا بسرعة. حاضر. يلا بتصفوا بكفي. لعندي لعندي. لا لهون. بس عفوا ليش ما بدك تجي اليوم؟ والله عزيز بيك بيعزك، لهيك هو حبي يبعث لك دعوة على الحفلة، رح نكون مبسوطين إذا بتجي. تصطفل إن شاء الله عمرك ما تجي. شبيك؟ إيه طمنوني كيف الوضع؟ كتير ممتاز دارين خانو. دارين خانو. هاي الليلة بالنسبة لعزيز بيك وكل الشركة مهمة فوق ما بتتصوروا. ما بدي أي غلط لو صغير يصير اليوم، بدي كل شيء بالحفلة يكون مثالي. جيجي بعت طقم عزيز بيك وأمير بيك وجان بيك لدار الأوبرا وخليهم هنيك يجهزوا كل شيء. إيه بتأمري. وفي عندك هون رسائل الشكر بتحط كل وحدة منهم بظرف. وأنتي بعده بدي إياكي تلزقي الطبعات. على فكرة أنا إلي اسم. خلاص بس. شو هاد كأنه موظفين بمكتب بريد. جيجي حضرتها كأنها ما أنا مبسوطة كتير بالشغل؟ لا والله أنا كتير مبسوطة والشغل معكم كتير حلو. ايه منيح، أنا رح روح على دار الأوبرا. صحي جيجي قبل ما أنسى دور على رقم أحمد أرجوان من القائمة وسجله وبعت لي برسالة لأنه بدي أحكي معه. 0572281190. من وين بتعرفي رقمه؟ اللي بشوفه مرة بحفظه. انتي مو معقولة ابدا، لك شلون حفظتي؟ فظيعة. يلا بسرعة ابعته على موبايله. شو كان الرقم بالله؟ تخيلي انا رح صير مساعدة المدير العام ماما. ايه؟ يخلي لي اياكي. ريهام كيفا؟ ما بعرف من الصبح ما شفتها، بتكون ملتهية بشغلها. المفروض انه عم تشتغل، بس انتي بتعرفي ريهام وطبعا. ايه كيف لك؟ الشغل هون ما بيشبه الشغل ببقاليتا. ما بتتذكري شلون بآخر شغل إلها تقلعت بعد ساعتين؟ عم تحكي علي مع ماما؟ لك بتضلوا تحكوا علي شو ماني من عائلتكم أنا؟ إيه ماما بحكي معك بعدين، عندي شغل. مثل ما توقعت عم تحكوا علي، مو معقول، بحسكم ما بتحبوني أبداً. ليش لحتى ما نحبك؟ أنا بوشك بقول هالحكي نفسه، مو أنت بعد ساعتين تقلعتي من شغلك الأخير؟ إيه مزبوط، بس أنا فكرت هداك الرجال حرامي طلع زبون، لو بعرف ما كنت قربت عليه وقت أبداً. عن جد مو معقولة، كل تصرفاتك في إلها تبرير ريهام. على طول كل شيء بعمله بحياتي هو تصرف غلط بالنسبة إلك، ما فيكي ولا مرة تشوفي الأمور من وجهة نظري أنا. لا مستحيل، المثالية ليلى، الدنيا عندك يا بيضة يا سودة. خلص بقى، سمعتي بتهمني بهالمكان، اسكتي رح تفضحيني. أي سمعة لتكوني شي ملكة. يلا خليني كمل من 8 ساعات وأنا واقفة على رجلي، أول مرة بحياتي هالشغل بشتغله. كتير منيح، روحي اشتغلي.